Bonjour tout le monde, aujourd'hui on espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle recette. Aujourd'hui nous allons faire une pizza au chocolat et au chamallow. Alors il va vous falloir du Nutella, des amandes ou des noix cassées, du chocolat blanc, des mini chamallows, des pépites de chocolat et la pâte à pizza. Salam alaikum, t'attends à ce qu'on ait bien et à khair, bsaha wa salam ala afia, inshallah ya rabbi. سمحوا لي غبرت عليكم واحد لو مومون. اليوم غنشارك معكم البيتزا بالشوكولاط تنديرها للدراري سواء في الكوتي ولا في لو ديمونش الحد تنديرها لهم سواء في الكوتي سواء في الحد تنتي لهم مره مره بليزير تنتي لهم شاتي البيتزا بالشوكولاط. غادي نحتاجو فيها الشوكولاط، غنحتاجو سواء اللوز مهرس سواء اللي كان ولا نوازيت اللي كان موجوده، تنحتاجو الشوكولاط الابيض، غادي نحتاج لي بيتيت شامالو يمكن لكم تعوضوا بحاجه اخرى ولي بيبيت ديال الشوكولا ولا باتا بيتزا. دابا غنشارك معكم لا باتا بيتزا، غادي نحلها من لا باتا ونوفر لا بات ا بيتزا. عندي راه معكم هنا تشريت هوب تري ديليكا هذا سي سور ديليكاتيس. غنشيلها غنديرها هاك. ابخي اللي بغا يدير شي واحد لاباطا بيتزا يعني تاعت الدار يديرها ماشي حتى شي مشكله. انا مع الدراري تناخذ هذه دغيا سهله مهله كي تنقولوا خفيفه وظريفه على القلب. غناخذ دابا الفرشيطه وغادي نثقبها. avec la fourchette on va venir faire des petits trous dans la pâte. les petits trous بحال هكا هوب. وغادي نديرها في الفران 190 درجه 10 حتى 1 دقائق ومن بعد غادي نخرجها. on va laisser 10 minutes à 180 degrés la pâte seule. à tout à l'heure. là on sort la pizza du four et on va y rajouter les ingrédients. دابا حنا خرجنا البيتزا ديالتنا ويا سلام زينه وزوينه ربي زيني يامكم. دابا غندير فيها الشوكولات pour ajouter le chocolat. le chocolat يا chocolat c'est qui va se régaler c'est nous. ah bon tu trouves. غادي ندير الشوكولات غنتينا بالفرشيطه باش ما تشطح. شكوا غادي نحط هذيك الماء اوبس. دابا غادي ندير هادشي الشوكولاط غندوزو كاع في البيتزا. اومي نيتال بيان لو شوكولا الشوكولاط تشوفي الشوكولاتة الشوكولاتة انا بحب الشوكولاتة. سان فيلم سا افون جو ريغاد ان فيلم ايجيبسيان جادور. Il s'appelle, fait ma gypsy, il s'appelle Samara. Et il chante pour rien faire parce qu'il est brunant. Il appelle le chocolat. Il adore le chocolat parce qu'il y a une couleur de chocolat, comme ta maman. Et chocolat, tiens ma chérie. Chokran. D'abord, nous avons le chocolat. Le chachmia, c'est derbé. Tiens. D'abord, غادي ندير واحد الحاجه. غادي ندير لي بيبيتي ديال الشوكولاط. On rajoute les pépites du chocolat. لي بيبيت ديال الشوكولاط غادي نزيد عليهم الشامالو و غنجوت لي ميني شامالو غندير وحده بوحده بوحده. اساس هاد الشامالو فكروني فواحد القاعدة في المغرب كنا تناكلوها بزاف و نهضوها. شكون اللي عقل على كوكو باليفي؟ ايه لو باليفي كوكو باري فيك نانا خبير شحال بربعة دريال ستة دريال. ايه يا زمان كوكو باري في فرا هنا في لي شمالو. غادي ناخدو الشوكولات الابيض ونغاجوت الشوكولا بلان وغادي نحكوه اي اون فالا غابي كوم لو فروماج فوالا. هادي بيتزا نتاع الناس اللي تيموتو على الشوكولاته
ها هي ها هي الشوكولات يا الشوكولات. اوبس طارت ما فرزقش. كومون جي ما داش بزاف ديال الشوكولات الابيض. دابا غادي ندير لو كاسي ولا لي زاموند كاسي اللي عندكم اولا النوازيت. On rajoute les amandes ou les noix cassées. D'abord, on va mettre la farine moutante de 3 ou 2 juges. On va mettre la farine. Mais on va mettre la farine. La chaleur. La farine va mettre la chaleur. On va mettre la chaleur. Et on va laisser une minute. Une minute au four, là, deux minutes, ça dépend. À tout à l'heure. Bon, voilà, la pizza est prête. J'espère que que ça vous a plu. Bon, n'hésitez pas à venir vous abonner. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo et une nouvelle recette. هي البيزا ديالتنا وجدات هي خرجتها وجات زوينه وغزاله تبارك الله. كنتمنى نكون ان شاء الله في المستوى وراه سهله ممكن لكم تشوروها باي حاجه خصوصا الدراري تيموتوا على الشوكولاته. وشكرا بزاف للناس اللي داروا لي ابوني وشكرا بزاف اللي شجعتوني وباش نكمل. ونتمنى مولانا الله يسهل على الجميع والله يوفق الجميع وما فيهاش مشكل. استضمنا في اليوتيوب يعني راه ما غنخسروا والو مي غربحوا حاجه حداها غادي يربحوا اش نقول لكم. الاجر مع الله سبحانه وتعالى كي تنقولوا دعوة الغائب ديما تكون مقبوله. الا دعى لك الواحد شكرا بزاف الله يجازيها بخير. هذيك اخر حاجه ما كاينه وتتمنى ان شاء الله نتلاقاو في شغل سات كره ولهلي حشمي معكم وتهلاو في ريوسكم. اوغ.